ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يومه الأربعاء 13 ذي الحجة 1443 هجرية الموافق ل 13 يوليوز 2022 بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا خصصا للمصادقة على مشروعي قانوني إطار ومشروع قانون ومشروعي مرسومين ومجموعة من الاتفاقيات الدولية. في بداية أشغال المجلس قدم السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمام جلالة الملك أعزه الله عرضا حول مشروع قانون إطار يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بإعادة النظر في المنظومة الصحية لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أمر به جلالة الملك نصره الله. ويرتكز هذا المشروع الإصلاحي المهيكل على أربع دعامات أساسية. الدعامة الأولى اعتماد حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي على كافة المستويات. استراتيجيا من خلال إحداث الهيئة العليا للصحة وإحداث وكالة الأدوية والمنتوجات الصحية وإحداث وكالة الدم ومشتقاته، ومركزيا عبر مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية، وترابيا من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية التي ستتولى على الخصوص إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني الجهوي وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص. الدعامة الثانية تثمين الموارد البشرية لا سيما من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية لتحفيز رأس المال البشري بالقطاع العام وتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين وكذا للانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن. الدعامة الثالثة تأهيل العرض الصحي بما يستجيب لانتظارات المغاربة في تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، وذلك من خلال إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتأهيل المستشفيات والتأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات إضافة إلى إحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية. أما الدعامة الرابعة فتتعلق برقمنة المنظومة الصحية عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية. إثر ذلك قدم السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية عرضا حول مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، أبرز فيه أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية القاضية بتمكين المغرب من ميثاق تنافسي للاستثمار، ويهدف هذا المشروع للرفع من آثار عملية الاستثمار لا سيما فيما يتعلق بخلق فرص الشغل القار وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات
في جلب الاستثمارات، كما يتوخى توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا قاريا ودوليا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي. ولتحقيق هذه الأهداف تم وضع آلية دعم أساسية للمشاريع الاستراتيجية وثلاث آليات خاصة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات المغربية التي تتوخى تطوير قدراتها على المستوى الدولي. وقد أكد السيد الوزير أن الحكومة قامت كذلك باتخاذ مجموعة من التدابير الموازية التي تتوخى تسريع الأوراش المتعلقة بتبسيط المصادر ورقمنتها وتسهيل الولوج للعقار وتحسين الحكامة وتعزيز انخراط القطاعين الخاص والبنكي في مجال الاستثمار. وقد صادق المجلس الوزاري على هذين المشروعين، مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية ومشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار. كما صادق المجلس على مشروع قانون ومشروعي مرسومين على التوالي: مشروع قانون يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، ويهدف إلى تحديث وتجويد الترسانة القانونية ذات الصلة بالأسلحة النارية ذات الاستعمال المدني لتكون قادرة على مواكبة التحولات الاجتماعية والتكنولوجية، وذلك من خلال إحداث سجل وطني إلكتروني للأسلحة النارية، وكذا تنظيم ومراقبة عمليات الاتجار وحيازة مختلف أنواع الأسلحة، كما يتضمن مقتضيات تؤطر عمليات إدخال هذه الأسلحة إلى التراب الوطني وإخراجها منه. مشروع مرسوم يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها، ويهدف إلى تحديد ممثلي الإدارة ضمن اللجنة الخاصة بهذه السلع وكيفيات تسليم وتعديل وتعليق وسحب تراخيص تصديرها واستيرادها، وكذا شروط كيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للقيام بالبحث عن المخالفات للمقتضيات القانون المتعلق بهذه السلع. ومشروع مرسوم بتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم، ويهدف إلى إحداث منصب ملحق عسكري لدى كل من سفارة المملكة المغربية بالهند وسفارة المملكة المغربية بتركيا. وفي إطار تعزيز شبكات التعاون والشراكة التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة وتنويع مجالاتها، صادق المجلس الوزاري على 16 اتفاقية دولية، منها 9 اتفاقيات ثنائية و7 متعددة الأطراف، وتهم الاتفاقيات الثنائية الفضاء الإفريقي في مجالات النقل واللوجستيك وتشجيع حماية الاستثمارات، وفضاء الخليج العربي والشرق الأوسط
في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي وفعاليات الأعمال والفضاء الأوروبي في مجالات التعليم والعمال المغاربة بالخارج، إضافة إلى الفضاء الأسيوي في مجال الخدمات الجوية. أما الاتفاقات الدولية فتتعلق ثلاثة منها بإحداث مقر الاتحاد الإفريقي للشباب بالمغرب والاعتراف بشهادات التعليم العالي ودرجاته في الدول الإفريقية وإنشاء برنامج إفريقي لتعاون فني. وتخص الاتفاقيات المتبقية الانضمام لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن التلاعب بالمسابقات الرياضية وإنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية واستيفاء النفقة بالخارج لفائدة الأطفال والأسرة وحماية العمال من المخاطر المهنية. وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور وباقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية تفضل جلالة الملك أعزه الله بتعيين السيد خالد سفير مديرا عاما لصندوق الإيداع والتدبير والسيد عبد اللطيف زغنون مديرا عاما للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمة الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. ومن مبادرة من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عين جلالة الملك السيد نور الدين بوطيب رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب والسيد عبد الرحيم هومي مديرا عاما للوكالة الوطنية للمياه والغابات. وبمبادرة من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية تفضل جلالة الملك بتعيين السيد علي الصديقي مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. وفي ختام أشغال المجلس قدم السيد وزير الداخلية عرضا أمام جلالة الملك حفظه الله يتعلق بالتدابير التي تم إعدادها تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بشأن تنظيم الطائفة اليهودية المغربية. وتستمد هذه التدابير روحها من الأمانة العظمى التي يتولاها جلالة الملك أمير المؤمنين الضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية لكل المغاربة على اختلاف عقائدهم الدينية، وتكريسا للرافد العبري كمكون للثقافة المغربية الغنية بتعدد روافدها، وتشمل المنظومة المرفوعة للنظم السامي لجلالة الملك والتي تم إعدادها بعد مشاورات موسعة مع ممثلي الطائفة اليهودية وشخصيات منتسبة لها الهيئات التالية: أولا المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية، ويتولى السهر على تدبير شؤون الطائفة والمحافظة على التراث والإشعاع الثقافي والشعائري للديانة اليهودية وقيمها المغربية الأصيلة. وستنبثق عن المجلس لجان جهوية تقوم بتدبير القضايا والشؤون اليومية لأفراد الطائفة.
ثانيا لجنة اليهود المغاربة بالخارج وتعمل على تقوية أواصر ارتباط اليهود المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي وتعزيز إشعاعهم الديني والثقافي والدفاع عن المصالح العليا للمملكة. ثالثا مؤسسة الديانة اليهودية المغربية وتسهر على النهوض والاعتناء بالتراث اللامادي اليهودي المغربي والمحافظة على تقاليده وصيانة خصوصياته.